مثل البطولة ثورة ثورة سورية سورية وحر حر حرية نحنا بدنا حرية لك حمص مع الرادير الزر سموه إرهابية نسقط لجنة الدستور طبعا مظاهرة اليوم هي كانت لإرسال رسالة للعالم أجمع على أن ثورتنا مستمرة لأنها ثورة حق مطلبنا مطلب حق إضافة لإرسال رسالة أخرى هي رفض للدستور أو لصياغة الدستور من جديد أي دستور عن أي دستور تتكلمون وما زال مجرم الحرب بشار الأسد ونظامه يقتل في أطفالنا ويشرد أهلنا تضربونا لحنا بالذات ولما أعلننا الحداد رجلنا البعثية لما طلبنا الحرية يلعن روحك يا حبيب كيف يتم بناء دستور في ظل قصف وقتل وتهجير للشعب نحن الآن نطالب بحكومة انتقالية وبعد ذلك يتم وضع الدستور فلذلك خرجنا اليوم لنجدد على ثوابت ثورتنا ونحن مستمرين في الثورة حتى إسقاط هذا النظام المجرم وإسقاط العملاء إلك ردوا علينا بالرصاص أعداء الإنسانية مرحل يا بشار لك يا الله